يعني هاي الشباب اللي خرجت تريد تغيير، فهاي الامور الترقيعيه اللي دي يقولها رئيس الوزراء مرفوضه بتاتا. احنا نريد تغيير جذري. الحكومه خلال 16 عام حكومات متعاقبه غير مصفه، هدروا اموال الشعب، فاحنا نريد ناس خيره ووطنيين هم يخدمون البلد. فاتمنى من هذه التظاهره تخرج بسلام وباقل الخسائر من الطرفين. احنا نريد حقوق، ما نريد كل شيء من عندهم. فنريد من رئيس الوزراء والسياسيين الموجودين يتعاملون مع المتظاهرين بسلميه، مثل ما المتظاهرين يتعاملون بسلميه. اليوم الضربه مش لا موجب التطبيق. وهاي راح نقول له بشغله وحده، انا اشجع من عندك، انا سلمي وانا اعزل زين، وانت كل السلاح عندك، بس شوف انت اللابد والقاتل، وانا الان الثائر، انا السائل عليك. انا بالسولف. اخوان هسه راح نقول لكم شغله وحده، رساله لعادل عبد المهدي، اي شيء تسويه تعديلات تلزيقات ترقيعات هاي ما تفيد. انه والوراء اسمعوا شباب، والوراء اخاف تريدون تشيلون عادل عبد المهدي بس وتجيبون حرامي ثاني بمكانه، هذا ما يمشي علينا. فنقلهم شارع طلع كلكم حراميه، شارع طلع كلكم حراميه، شارع طلع كلكم حراميه، شارع طلع كلكم حراميه، شارع طلع كلكم حراميه. ان شاء الله هاي مظاهره سلميه وضد ذول الخونة الدجلة، ضد ذول المستعمرين للخارج البلاد، هاي المظاهرين للطلوب حقوقهم الشرعية. تظل بغداد تاريخ الحضارة، ظل كبير صيته وما صغر يوم، ظل عامر مضيف الكرم خطارة، بيك رجال شروة تشتري الموت، وبالشدات كلها سيوف بتارة، غيره عدنا ومريوده، يا حسوس ايدك يا جذاب مريدك، يا حسوس ايدك يا جذاب مريدك، يا والله جاي على الفصل.
عندي سجين مظلوم والله، كافي هذا الشعب ظل، وشكم كافي؟ كافي حرام، كافي ظلم، وشكم كشاف ذاك الولد؟ ليش شهايجهم؟ النبي جاي بقول فيه المساجين، وكم سوونا شارة، وكم يا رب سوونا شارة يا علي، وكم هاي الأمهات تبكي على ولدها، يعني هاي الشباب، هاي الشباب شنو ذنبها؟ الباحث قايل قال لي اسمعي عندنا شهداء، سوى شيء قال لي ليش؟ وكم كافي، وكم وكم كافي فوق، كافي ظلم، حسب الله ونعم الوكيل، على الكهرباء، على ما ادري شنو، هو انا فطمه، هو انا فطمه وشعبنا، وين الشاتم قبل؟ وين هالشيء؟ ها الامهات تبيع قال لي اسمعت الشباب هاي كلها هاي الشعب شوف هاي الشعب ليش؟ خلي يباعون المساجين المظلومين، تحسب الامهات خطيه جاي يذلونا يذلونا نسوان كبار، والله جيلك من مصر قالوا ما عندي، وقسم بالله العظيم وموسى بن جعفر اجيبها منا واحط هلا بالحره هلا بالحره والله العظيم هذا التراب هذا التراب العراق، هاي الشباب الورديه تروح طلع حقوق الذكر طلع يقول اطير الجريح اطير الشهيد كله انا لا عندي بيت لا عندي هاي عندي بس الله واهل البيت بس كافي يلا وين انت تقيت وهزه البرحه يقولون بالخطاب لا حد يضرب الشعب انا هسه وقعوا 20 واحد ليش؟ هسه هاي جيبي هسه سوونا سوونا هاي سوونا صحيح هاي شوف فيديوهات مال عالم وقعت ليش انت جاي تقول بالعالم ليش؟ هاك باوي بس افتحوا لنا شوي بس باوي هاي هسه باوي هسه ما هاي هسه هسه يلا وين هاي هسه يقولوا ما يقولوا سنية مو قالوا سنية هاي احنا اللي عمي من الاخير مشكلة الشعب ايران تطلع عمي هو حسابه كله تابع لايران تسقط ما نريد هاي الحكومة الريد الريد يجينا واحد نظام جمهوري زين البارحة طلعوا قالوا ماكو ضرب متظاهرين بس طيب قالوا ماكو ضرب متظاهرين ماكو ضرب متظاهرين هاي هسه هاي هسه المتظاهرين انضربوا هاي هاي باوع باوع هسه انضربوا على الجسر زين هسه انضربوا على الجسر المتظاهرين يعني اريد احكي حكايه يعني احنا مو بشر يعني مصر سوت كل شيء هسه لبنان جاي تتظاهر ليش احنا حواوين لو شنو بس ارتبتين حواوين حواوين احنا يعني حواوين حواوين بس اريد اعرف حواوين البشر العراقي لا عند الحكومه حيوان يطق يموت خيروح باوع هم المسؤولين حواوين لا عندهم بس شنو اريد اقول لك حكايه حكايه للتاريخ حكايه للتاريخ حكايه هاي كلها تسمع سبب 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 العراق دمار العراق ايران ايران ورد اقول ايران القندرة وعادي القيطانة ايران القندرة عادي القيطانة ايران القندرة زين حقيقة أنا رجل بلغت من العمر 70 سنة لم أرى في حياتي أكثر همجية وبلطجية وخونة وعملاء وسراق من هؤلاء أحزاب إيران أنتم بعتوا شرفكم اللي بيع وطنه يبيع شرفه ويبيع عرضه سرقتم نهبتم قتلتم هذا كله هيك بس أوجه رسالتي إلى عادل زوية أو عادل جنية أو عادل عمالة حقيقة الشعب ما يعرف تاريخك وتاريخ أبوك أنا لحقت أبوك عميل لبريطانيا لإنجلترا كانوا يسمونها أنت عميل ابن عميل أبوك عميل لإنجلترا كان يجيب لمعممين
يقول لي هذا مسؤول الشيعة تفاوضت وياه وتعالوا. تاريخك أسود. بعدين أصلك مو عراقي، خاف ما يعرفون العالم، أصلك باكستاني. فرسالتي إليك ثق بالله العلي العظيم، دول الشباب يسحلوك مثل نور سعيد. والله ثق بالله. باع. اسمع اسمع، أنت مال ما تطلع لنا وظيفة وتكذب، تبليط شارع وتكذب، جبت لنا علوش هدمت البيوت على رؤوس الفقراء، هاي بالليل تروح تسكر تشرب ويسكي، جبتوا لنا حسنة مرص حنان الفتلاوي اللي تقولون علينا مندسين، احنا مندسين الجوعانين، ثورة الجياع المندسة، وتجيبون داعش هيا با تقعدوا وياكم بال بال بالخضراء. اسمع 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 اكمل لك اكمل لك. بعدين انتوا جبتوا داعش وقتلتوا ابنائنا، هذا ما يفيدكم. الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد رئاسة جمهورية، ما يريد برلمان. شو تسوي بعد مرفوض؟ فاتك الاوان فاتك الاوان. استقيل بشرف واحفظ مي وجهك احسن لك يا عميل يا خائن يا نذل. وين القناصين اللي ضميتهم؟ كان ابو جهاد مدير المكتب الطاهم الامر، وديته الاردن عميل خائن جبان. نعم من بات هنا بالشارع، نعم حتى يسقط النظام. ما نريد تبليط، ما نريد ما نريد ما نريد وظيفه، ما نريد فلوس، شبعنا واكلنا، نريد اسقاط هذا النظام. من اعتصام؟ قل لي اعتصام. واعتصام راح نسوي. وبعدين تفضل. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم نيابة عن اخواني. اخوان فدوا قلبكم. السلام عليكم. اولا انا منتصب. انزع هاي، خاف يقولون الغير شكله. لا ما حقه، احنا ما جايين على مشاكل اخواني. اولا الاستقالة ما بيها عيب. اول ما دخل للحكومة عادل عبد الكردي وليس عبد المهدي. عادل زوية، لحظة من رخصتك اخوي، قال استقالت بجيبي. انا سويت وانا سويت عدة كلمتين، واحدة منهن لم ننجز قرار، والاخرى اللي هي عكس المطلوب قرار لم ينجز. هاي انتهينا منها. اثنين يابا الشعب واعتونا بوعود، واعتونا بوعود الساعة 6:30 و5 ضربتونا مسيل دموع. انا حد العالم وانا منتسب، انا منتسب مسولف وياك، ضربتونا مسيل دموع وهذا وياي ابن اختي موجود. عميتونا عمي عمي شفونا شركم ومشى عليكم الحسين. اولا ما اريد تعييناتكم، ما يعرفون الحسين، بريء عنهم الحسين. اولا تعييناتكم ما يردونها بوليد، ما يردونها بوية. شفوني شرع علي خان من اويران، راح اعطيك شيء اخير. هن اثنين وارجوك ارجوك قدام اخوتي الى ما يطلع صوتي انت بقناة باطلة. فلوس بالبنك يا وصفة صفوها. لحظة ابن اخوي، لحظة ابن اخوي، انا منتسب اعرف سوالفهم. فلوس بالبنك يا وصفة صفوها. الوزارات الدواعر كلها نهبوها. ظل خال العراق وكش ما موجود. ردوا على حشد والنوب شطبوها، شطبوا ساميهم. رحل صدام قلنا وجاينا الخير. رحل صدام قلنا 54 مادة، تذكروها؟ تذكروها عمي لو لا؟ رحل صدام قلنا وجاينا الخير. خلي يخفى الفرار، خلي يخفى الفرار، انسان ما ينام. بعد ماكو بعث بالخوف ينزاح، ونطلع ما نباوع من ورا الجام. قبل صدام واحد يحكم الناس، هسه بكل حزب مليون صدام. قبل كان الطفل، قبل كان الطفل من يفز مرعوب من رفصة الباب وصوت الاقسام. هسه يا عادل عبد المهدي الطفل من يسهر من يجي الليل، ترى الفاقد ابوه ما يقدر ينام. اي دخيلك يا الهي ايش وقت نرتاح؟ دخيلك يا الهي ايش وقت نرتاح؟ نخفى نريد مره نذوق الاحلام. درد لنا علي، درد لنا علي، خلهم ينامون. ترى بلاي علي ما تخفى الايتام،
جرح تكريت سبايكر جرح تكريت بيه هسه ما طاب. والمظاهرات ذاك اليوم بيه هسه الاعلام. اذا الاسلام والبرلمان يقبل هذا اللي يصير وحق ام الحسن ما اريد الاسلام. وحق ام الحسن ما اريد الاسلام. لحظه. اني وسام ابن كاظم ابن كزيبر ابن حردان السويعدي. قطاع 55 يفصلوني يسوون لي ما يسوون لي هم وال 38 اللي ما يعجبهم. اروح لك فدوى يا ابني اروح لك فدوى يمه احنا نصرتكم يمه واصلين وياكم وش نعذبكم بعدكم اولاد السباع الابطال انت من تتحرشون من هالفاسدين انت من تساعدون على نصرتنا على هذا الفاسدين. راح احكي على فساد القضاء العراقي وهي اكثر شيء واللي ما حد يعرف به. يعني عمركم شفتوا وزير تحاكم منذب بالسجن؟ ليش اولادنا بالسجون؟ ليش طالب خريجين حكم 40 سنه بتهمه حيازه اسلحه والاسلحه اصلا ما موجوده؟ ويقول لك اتلفناها كتاب الاتلاف ماكو، ليش الولد يموتون بالسجون؟ العده فلوس يطلع ابنه لوكات العشره، والبريء اذا ما عنده ينحكم اعدام وينحكم مؤبد، عمركم شفتوا وزير انحكم؟ عمركم شفتوا ابن مسؤول انحكم؟ حتى لو يقتلون هم ما يطلعون، هو اولادنا بالسجون، نريد منكم الرحمه، نريد منكم تسمعون صوتنا، ترى والله العظيم اولادنا ابرياء. وكل يعني لو يعيدون المحاكم كان كشفوا الفساد اللي صار. والله لان ما عندنا فلوس اولادنا بالسجون، يعني شنو ذنب طالب 21 سنه تو متخرج محكوم 40 سنه؟ محكمه الساعه والقاضي بليق حمدي وغيره وغيره كلهم يتقاضون فلوس، كلها تطلب دفاتر 40 و50 دفتر. والله شهاده الزور من الضباط ومن كلها تعاون بيناتهم. شكرا. جئت متضامنا مع ابنائنا الشباب في هذه التظاهرات والتي كانت سبب في التفاتة الحكومة لهذا الشعب، وهنالك مؤشرات كثيرة قد أشرت على هذه الحكومة والتي سبقتها واللي سبقتها. أعتقد آن الأوان أن ينتبه حكام العراق والساسة والكتل السياسية الكبرى في طريقة التعامل مع هذا الشعب، هذا الشعب الحضاري، شعب البطل، الشعب الأبي، شعب الذي تحمل وصبر وكان يرجو من أن يتغير حياته المعيشية اليومية. نجد اليوم الشباب عاطل عن العمل ويبحث عن فرصة عمل كي يتزوج كي يؤسس أسرة، وكذلك نرى هنالك تسويف في الوعود، تغيير الدستور كتابته. وعد الكريم نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعطيل. كان هناك يعني تصريح اتفاق للسيد على هذا المجلس. نعم. بعض الاصلاحات، ما رايك الشيخ في هذه الاصلاحات؟ حقيقه هذه الاصلاحات لا تجد نفعا ولا تكون في المستوى المطلوب. خلي يسولفون ويا شعبهم بشفافيه. خلي يقولون للشعب احنا وقعنا باتفاقية، العبادي وقع باتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وهذا التخبط بسياستهم ادت الى الحروب اللي قامت 2014-2016 سبب سياستهم. وهاي المحاصصة المقيتة اللي انتجت من هاي احزابهم وقتلهم هي اللي جات تسبب اذية هذا الشعب وهذا المجتمع. وهذا النظام والقانون الخصخصة الذي لا يتماشى مع الرؤية العراقية، يجب عليهم أن يطرحوا رؤية مستقبلية وخطة تطويرية، أن يضعوا هنالك مدن يصححون هذه الأخطاء اللي صارت في البنى التحتية. نرجو من المتظاهر أن يتعاون مع القوى الأمنية، وعلى القوى الأمنية أنه تتعاون مع المتظاهر، لأن هذول المتظاهر خرجوا من أجلكم مستقبلكم لتغيير القانون، تغيير الدستور، تغيير تشكيل الحكومة، الانتفاضة ضد المحاصصة المقيتة.
شهداء الإرهاب، يعني لا رواتب لا تعويض لا أي شيء. حتى شو اسمها هاي اللجنة تقول إحنا ما موجود، يعني ماكو، كل شيء ماكو، لا للشهداء رواتب لا أي شيء، زين لا تعويضات، زين ضحايا الإرهاب، زين شنو إحنا ذنبنا؟ عوائل شهداء يعني حسرة عليهم ليش هيك؟ ليش؟ 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 من أجل من؟ من أجل من هم راحوا؟ ضحايا الإرهاب من أجل من؟ من أجل العراق، من أجل هاي الحكومة ظلت قاعدة على الكراسي، راحت ولدنا، زين؟ عانوا على شهدانا، عانوا طونا رواتب شهدانا، طونا تعويض، طونا أي شيء، ليش هيكي؟ دافعوا من أجل الوطن هذا، الكم أنتم قعدتوا على الكراسي وصاروا جوا التراب، ليش؟ ليش؟ من أجل من هم راحوا؟ من أجل من؟ من أجل أمهاتهم؟ لا من أجلكم أنتم، من أجل العراق هذا، وما تعطونهم حقوقهم، ليش؟ ليش ما تعطونهم حقوقهم؟ اجينا الا نطالب حقنا، كل شيء ما عندنا وياهم، نطلع مظاهره سلميه وجايين، احنا كافي ترى ملينا، الشعب انتهى، العراق ميزانيته 136 مليار، والاردن 6 مليارات، العراق العشتون الخادم عند الاردن، وكم تستحون، وكم الله عيب عليكم، وكم خزيتونا ولكم، وكم تفرتوا الشعب ولكم، نعرض الله عليكم، كافي فضوها، موتونا من الجوع، طالب جامعه يروح يبيع سجاير، يروح يشتغل في السوق، يفتر شهادته وتعب عليه، وكل جماعتنا راحوا في الخارج من وراكم، استفادت من عندهم الدول، لكم كاف الله يعيب عليكم، ولكم استحوا، ولكم نزلتوا العراق الى اسفل السافل، ولك مره مرتين ما شبعتوا، ما قنعتوا، كافي، ولكم موتونا، موتوا العالم من الجوع، تفرتوا الشعب، ولك ذاك نعطي الله على صدام، قمنا نترحمنا من وراكم. نترحمنا من وراكم، دمرنا وتهزنا، انتم فزت بعده، كافي كافي، استحوا مره مرتين عشره، كافي. اول شيء احنا جايين مظاهره سلميه، مو انا واحد من العالم قائد المظاهرات هاي كلها، حجي عباس اللامي. ثاني شيء انت من ما توجه علي تضربني، ليش تطلبني؟ شلون نخليك انت رئيس وزراء بعد؟ وتريد تكسبنا؟ ست حكومات مرت بينا والله العظيم ما عندهم لا شرف ولا غيره، مو وهذاني حرايرنا، الله اكبر شيء تلم زباله، عرفت؟ وشي اللي يكسرون عرباينهم، يعني جاي هذا عبد المهدي يهلك العراق من جديد، وهو عميل حزب النيتو، مو وفتح فتح فتح القصر الابيض، تنزل القصر الابيض اللي يقعدون به حلف بغداد، وعيب عليه خليه يطلع من العراق، انت ليش ما تخاتم؟ كلهم شردوا، انت ايش عندك هنا؟ هاي ديارنا وهاي المنازل، ولك عبد المهدي انت بيا كتر منها نازل، وهاي رسالتي الشعب العراقي، اريد شيوخنا والبرلمان ما يصير، احنا نريد رئيس واحد يرأسنا، نظام جمهوري مو مستقل وحاكم من الشعب، احنا اللي نختاره، مريتهم برلمان، مريت برلمان، لان ست حكومات برلمانيه دمرونا. مظاهره سلميه ما عندنا غيرها، غير مظاهره سلميه ما عندنا، بس انتم ماخذين حقوقنا كلها، كل حق ما عندنا ابدا، لا المراه لها حق، وانت تنادي تقول انا انادي بالطيب وانادي بكم بالخير وكذا، وين شنت انت نايم؟ وين؟ بيا مكان، بيا شهر، بيا سنه، بيا يوم، ليش؟ انت صرت ثلاث حكومات صرت، مو تمام؟ اخذت ثلاث مناصب ويلا صار رئيس وزراء، مو تمام؟ سويت ان انت؟ هذا الشعب كله تايه ظل، شلون؟ حصه ماكو، بطل زيت ماكو، كل شيء ماكو، طحين ماكو، كله ماكو، انت ذاك النظام العادي ذاك حتى الموسيقي، انت كل شيء ما اعطيتنا، حقوقنا ما اعطيتنا. بس الاحزاب، انتم احزاب مسيطرين على البلد، زين خريج اعداديه يشتغل بالبلديه، مهندس يبيع مي، دكتوره يبيع جقاير، ما يصير، احنا شعب نطالب بحقوقنا، اعطونا حقوقنا، وين حقوقنا؟ احنا عندنا وياكم مشكله، نطلبكم بدم، تطلبونا بدم، تضربونا بحي رصاص ليش؟ 140 شهيد ليش؟ 6000 جريح ليش؟ شو مسوي احنا؟ شنو ماخذين احنا من البلد؟ شو ماخذين من البلد؟ اكو شيء ماخذين من البلد؟ حققنا اماننا؟ توعدونا كله بالكذب والوعد مو حلو. ليش المعتقلين هم هكذا؟ فخالي
انتم لازم توصلون هاي الرساله، هاي توصلون الرساله. الشعب هذا كله ثائر، ثائر ما عدى على مشكله واكب. احنا نريد حقوقنا، احنا نريد اسقاط النظام. محاكم احنا. اي نعم. الاموال مرخصك، الاماله اخذوها، الاموال اخذوها، وين ودوها الاموال؟ وين الاموال؟ وين فاشل؟ ريتها رئاسيه، برلمان فاشل، ريتها رئاسيه. مجالس محافظات ما تشتغل، محافظ اللي يشتغل الاحزاب البقيه تصير ضده. ما نريد مجالس محافظات، شو نسوي بيها؟ شن جاير بيها؟ مجالس بلد ليديا شن سوي بيها؟ لا عبد المهدي، الريد رئاسية عمي، رئيس وزراء ريده يحكم بكيفه، يبدل بكيفه، يحكم المذنب بكيفه. الاحزاب يطيرون عادل عبد المهدي يجيبون بكلب غيره. شنو يجي؟ ها صار 17 سنة 17 كلب اجانا. احنا الريده رئاسية من الشعب، حاكم من الشعب، دستور ما خدم الشعب. خو مو آية قرآنية هو الدستور، خو مو سوى لهم. شغلة رئاسية ومجالس محافظات مريد، مجالس بلديات مريد. شنو هالفلك هاي ذبحون بالعالم؟ ها تشوف احنا الان سلميين، وهاي المظاهرات، هاي الاطلاقات عليها مسيل للدموع، كلها عصابات ومافيات. هاي الشيوخ وهاي النكالة وهاي الاطفال. اليوم صرخة الفقير الظالم، اليوم ثورة الحسين، وهاي ثورة الحسين ندت بالاصلاح، وهذا الاصلاح والله على كل شريف، على كل عراقي شريف اليوم ينزل للساحة. صوت الفقير، صوت الفقير. اليوم شو يبرر عادل عبد المهدي؟ وشو يبررون الوزراء؟ وشو يبررون المسؤولين البرلمان؟ اليوم الشعب طلع 25 انتفض الشعب العراقي. اليوم عيب عمي، عيب والله العظيم عيب. اليوم ناس عزل طلعوا بطريق بطل المي، تصدون عليهم بالرصاص شنو؟ ها تضربون المصورين ليش؟ تضربون القنوات ليش؟ لانه تعري خزيكم وتعري عيبكم. والله العظيم انتم لو كان شجعان تقابلون المتظاهرين اليوم، ولو كان شجعان تستطلعون آراء المواطنين، والله العظيم ومن هذا المنبر ما عندكم شرف. لأنه إذا مو 35 مليون رافضكم، الشعب 3/4 رافضكم. وبأمرك أنت عادل عبد المهدي، المفروض أنت تنحال محكمة دولية تتجرم، لأنه حكومة عصابات. والله إن شاء الله وقربت نهايتكم بحق محمد وآل محمد. والله العظيم بالجنة وأمواتهم بالنار، ذولا فسق حرامية نشالة، باقوا أموال الشعب، ظلموا الشعب، دمروا الشعب، لا غيرة ولا شرف عندهم هم والأحزاب. لا والله العظيم العدة غيرة وشرف يظهر ويا المتظاهرين، والما يتظاهر مرته شيلة مرته تلوق عليه، الما يتظاهر شيلة مرته تلوق عليه، الما يتظاهر شيلة مرته تلوق عليه، الما يتظاهر. لقد انتفض اليوم أبناء الشعب العراقي العظيم، بعدما سئمنا منكم ومن وعودكم ومن كذبكم وسرقاتكم واستباحتكم لدماء العراقيين، فإن لدينا لا نقول مطالب بل أوامر يجب تنفيذها فورا وكما يأتي. أولا حل البرلمان فورا، وأن تكون الحكومة حكومة تصريف أعمال. ثانيا تعديل الدستور. ثالثا تغيير قانون الانتخابات. أربعة إجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد فقط. خمسة وهي مهمة، يمنع مشاركة قادة الأحزاب وكل من كان في الحكومة والبرلمان السابقات ومن ضمنهم هذا البرلمان في الانتخابات القادمة لحين التأكد من براءتهم. ستة تشكيل محكمة خاصة باسم محكمة الشعب لمحاكمة الظالمين والسراق والفاسدين. سبعة منع جميع السياسيين من السفر ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة. ثمانية إعادة محاكمة جميع المسؤولين وفتح الدعاوي والملفات التي
تم البت بها وغلقها من قبل المحاكم وعرضها على محكمة الشعب. 9 وبعد أن يتم تنفيذ هذه الأوامر الشعبية فإن لنا أوامر أخرى تتعلق بعمل الدولة وكيفية توفير الأمن والخدمات للمواطن العراقي. ومن هنا فإن هذه الأوامر الشعبية يجب أن تنفذ فورا وبدون أي جدل أو نقاش لأنها الحل الأمثل، وإلا فإن الشعب سينفذها بطريقته الخاصة. وقد أعذر من أنذر. نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق. انتوا حكومة فشل، ما بيكم اصلا زين. انتوا حكومة فشل، ما بيكم اصلا زين. انتوا فرعون العصر، بكتونا باسم الدين. منكم تبرع علي، منكم تبرع علي وحسين ثورة وشرف. منكم تبرع حسين. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. احنا جينا لمحافظة واسط تأييد المظاهرة اللي انها موجودين الشباب دعما لهم. احنا بالنسبة احنا الكبار لا جايين نطالب حقوق راتب ولا جايين نطلب قطعة ارض، وإلا ما هذول الشباب اللي عاطلين لا درهم ولا يملكون قطعة أرض ولا راتب ولا كل شيء، دعما للشباب جايين. إحنا لا سامح الله إذا صار شيء على الشباب، إحنا دروع بشرية قدامهم. بارك الله بك. هاي دروع بشرية، إحنا جايين تضحية لكم. إحنا كل شيء ما عندنا دلالة وطنية، إحنا كل شيء ما عندنا. أنا شنو يعينوني ينطوني راتب شغلات، بس إحنا جايين الله. للشباب دعما لهم، دروع بشرية لكم. هاي ولا بالتالي. يوم 25 اكتوبر يعني احس بانه احلى ايام حياتي، لابدي رأيي اليكم والى العراقيين اجمع. اولا الحكومة ماذا عملت منذ 2003 الى 2019؟ ماذا قدمت؟ وهذا اللي تراه هو فشل في فشل في فشل. أول شيء إنه نشرة الجهل، ثانيا نشرة المرض والفقر، خربت البنى التحتية لكافة عموم العراق كافة، انتشر الفساد والبنى التحتية من صحة وزراعة والصناعة والكل هذا صارت عندنا اضمحل. الفساد وصل إلى القمة، وهم اللي أخافوا الله سبحانه وتعالى. هذول الشباب هم أولادنا، دفع ودم، والثورة إذا ما بها دم ما تنجح، وإن شاء الله تنجح عليهم. أفشلوا حتى الرياضة، يعني انت تشوف بالإمارات يروح الفريق العراقي من 2003 لحد هسه ما فازوا. هذا كله لأنه تمويل ماكو، بدلات يأخذون من الإماراتيين، يعني انت شايف هيك يعني حكومة. الثالثة والرابعة والخامسة انه كثرة الحيتان، وخاصة الكتل السياسية، وكمموا فم الحلبوسي لأنه قال أنا أعرف الحيتان والشعب كله يدري. فلذلك ما يطلع ولا حوت من عندهم، ولا أعلنوا عنهم ولا عن الحيتان الذي هم يمارسونه ضد الشعب. هذول أولادنا وبارك الله بيهم. يعني حصل التجمع، ومن يوم أمس بدأوا المتظاهرين يتوافدون على ساحة التحرير. كانت سلمية وتوقعناها أيضا سلمية، لكن مع كل الأسف الآن الساعة 10:30 صباحا، منذ 10 تسجل يعني
رمي رصاص على المتظاهرين، وسجلت حالات إصابات كثيرة، والإسعافات تنقل، ولا زالت الأصوات إذا تسمعون أصوات السيارات الإسعاف تنقل من خلف الجسر من منطقة الخضراء. الفجر دخلوا المتظاهرين على منطقة الخضراء، رشوهم بالماء طلعوا، لكن ردوا ورجعوا مرة ثانية، رموا بالرصاص وأصبحت إصابات كثيرة، وهذا اللي ما كان يجب أن يحدث. مع كل الأسف، مع كل الأسف يا عالم، نريد تظاهرة سلمية، يعني جزء أنت ثورة بداخلك، صار إنش قد إحنا نوصي ثورة بداخلك، لكن أحكمها، إصبعك لا تشيله حتى لا تنطي مجال للآخر أن يرميك أن فقدك. كافي فقد للعراقيين، كافي دم، إحنا نريدها تظاهرة سلمية للمطالبة بالحقوق وليس للفقد. يا عالم يعني انتبهوا، انتبهوا على نفسكم، حافظوا على نفسكم. حافظت على نفسك قدرت تسوي مظاهرة صحيحة، إذا ما قدرت تحافظ على نفسك أنت دمرت المظاهرة، أنت أسأت إلها، أنت أسأت للحقوق اللي دنطالب بيها. ما راح نقدر نوصل بنتيجة بهذا الوضع. الخطاب للسيد عادل عبد المهدي بث في وقت متأخر، والغالبية ما أعتقد اطلعوا عليه، يعني بغض النظر عن أما نتائج التحقيق اللي حصلت باللي أصيبوا واللي استشهدوا بالتظاهرة من واحد اللي بدأت يوم 1 تشرين أول إلى يوم 9، والتحقيقات نتائج التحقيقات اللي حصلت بها غير مرضية تماما نهائيا، ما بيها أي إدانة لأي أحد مسؤول، يعني مسؤول بشكل حقيقي وفعلي. احنا نريد المدان الحقيقي اللي ما وراء اللي استلموا الأوامر، مو هذا اللي كان المفروض تكون نتيجة التحقيقات، مو هاي النتيجة المطلوبة، ما كانت هاي هي النتيجة اللي احنا نتوقعها واللي الشعب يتوقعها. انتوا لازم يعني أوجه خطابي إلى المسؤولين، المفروض يكون أكو إقناع للناس من خلال القرارات اللي دا تاخدوها، لازم يكون أكو بيها إقناع. إذا ماكو بيها إقناع الثورة راح تكبر، الثورة راح تشتعل أكثر. فهذا ضحك على العقول يسموه، ما حد يقتنع به. والسياسيين واللي بمجالات التنفذ هم اساسا هم نفسهم مقتنعين دا يدينون هاي التحقيقات، اكيد حتستمر التظاهرات. احنا الكل متجمعين لمطالب محدده سلميه، احنا يعني الناس كلها هنا متظاهره لاجل تحقيق غرض. كافي اذى، كافي الم، كافي دم، كافي تعب، تعب الشعب العراقي، كافي الامهات تعبت، النساء تعبت، الرجال فقدت. انا من الناس اليوم طالعه ما عندي غير انه انا ناديت انه نحمي الرجال، نحمي رجالنا، مو بس هم يضحون بدمهم، احنا لازم نكون معاهم. لو 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 لم يكن الطفل مسؤول من عندنا كان نادينا بخروج الأطفال أيضا، لكن هم مسؤولين من عندنا وعلينا حمايتهم. ولذلك أنا طلعت كموقف، أسجل موقف للمرأة مع الرجل اليوم. هفيل هفيل هفيل، نفس 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 عادي، نفس يريد انعاش نفس، بس اطيح الله يعطيه الله بس شويه. هفيل هفيل هفيل، نفس 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 عادي، نفس يريد انعاش بس شويه. هاي جريمة القتلك، هاي جريمة المجرمين، هاي الحكومة الديمقراطية، هاي الشعب، شوفوا شو تسوي بشعبه، شوفوا شو تقدم بشعبه. لا هاي روح هنا، روح روح انا محتاجك، روح انت، روح خلي وقف بس حتى ينام. بالروح بالدم نبيك يا عراق، بالروح بالدم نبيك يا عراق، بالروح بالدم نبيك يا عراق، بالروح
عادل يا عادل يا جمال يا عادل يا ميدان يا عادل يا جمال يا عادل يا ميدان يا عادل يا جمال يا عادل يا ميدان يا عادل يا جمال يا عادل